ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس. الفقرة دي معانا بنت زي القمر كده، يمكن مش بس جمال شكلي ولكن كمان جمال الروح وفكرة الثقافة وفكرة إن هي تقدر تفيد المجتمع بحاجات كتير ممكن إنها تقدمها، ويمكن دي كمان بتكون معايير اختيار ملكة جمال مصر. والنهارده منورانا في الاستوديو نسمة عطلة ملكة جمال مصر 2020 عشان نعرف كمان إزاي قدرت تحصل على اللقب بعد ما تنافست مع 300 متسابقه. يا نسمه مبروك. الله يبارك فيك. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الحلاوه والشياكه والاناقه دي؟ طيب نسمه، في البدايه كده احكي لي ايه اللي شجعك ان انت تقدمي في مسابقه ملكه جمال مصر؟ بصي، انا من وانا صغيره وانا مس ايجيبت دي حلم بالنسبه لي، يعني حتى الايميل بتاعي كان مس ايجيبت. اوكي. وشايفه ان انا كنت حابه كل الاكتيفيتيز اللي مس ايجيبت ممكن تعملها، بس من خلال لقب يقدر يديها مور باور او مركز مهم ان هي تقدر تمثل بيه مصر. اوكي. فدي كانت اكتر حاجه شجعتني يعني ان انا اقدم عليه. طيب يمكن يعني بقى في مسابقات كتير قوي، مثلا مسابقه جمال الكون، العالم، السياحه والبيئه، في مسابقات كتير جدا موجوده في مصر. ايه اللي خلاكي بالتحديد تختاري ميس ايجيبت او ملكه جمال مصر مش اي مسابقه تانية؟ بصي، انا شايفه ان مس ايجيبت شامله تحتيها كل المسابقات دي، هي بس مجرد مسميات مختلفه. ملكه جمال البيئه والسياحه هي معانا اصلا، يعني هي كانت طلعت الوصيفه الثانيه ديانا. بس مس ايجيبت كانت من اكتر الحاجات اللي انا حبيت ان انا اقدم فيها، لان انا من وجهه نظري شايفه انها بتشمل كل الحاجات دي تحتيها. ده اكيد. طيب برضو احكي لي كده شويه عنك، درستي ايه، بتعملي ايه، بتشتغلي فين؟ انا خريجه جي يو سي مانجمنت ماركتنج واتش ار دبل ميجر، بشتغل دلوقتي في شركه مالتي ناشونال، مدير الاداريين والعلاقات العامه هناك في الشركه، ماسكه الايفنت. حلو. ده بيزيكلي يعني. حلو جدا. طيب برضو قولي لي كده، فكره بقى البيت كان بيدعمك لما قلت لهم ان انت عايزه تقدمي في مسابقه ملكه جمال مصر، ولا ما كانوش حابين الفكره؟ جدا بصراحه، يعني كل البيت كان بيشجعني جدا. يمكن دي كانت حاجه استغربتها، ان انا اول ما قدمت لقيت دعم جامد جدا من اهلي، من اصحابي، من مديري في الشغل، وطبعا يعني دكتور امال رئيسه المسابقه هي كانت ليها دور اساسي معانا كلنا، ان هي ساعدتنا جدا في على كل المجالات. اي حد كان بيبقى ناقصه اي حاجه محتاج يتعلمها او اي حاجه، وكانت بتحافظ علينا زي بناتها بالظبط، يعني اللي هو كان دايما بنحس ان احنا سيف او احنا في امان معاها. استعدتي بقى المسابقه ازاي؟ بصي، خلال فترة التحضير أنا كنت داخلة طبعا في حاجات أنا ما عنديش علم بيها. طبعا العلم اللي عندي من خلال الجامعة، من خلال شغلي، حاجات دي بس، مثلا كات ووك، الحاجات دي ما كنتش اكسبوز ليها قبل كده. المسابقة كانت بتوفر لنا كل الحاجات دي، قعدنا على مدار 3 شهور بنستعد، بيحاولوا ان هم يخلونا نطلع باكتر صوره تمثل البلد بطريقه مشرفه يعني. حلو جدا. طيب هل كنت متوقعه فكره ان انت ممكن تحصلي على اللقب، ولا كان بالنسبه لك انت حابه تدخلي بس المسابقه عشان دي كانت حلمك من وانت صغيره؟ بصي، اي حد بيدخل، او انا عن نفسي لما بدخل اي مسابقه بحب اكسب، يعني دي طبيعه اي بني ادم، وانا كنت حاطه ان ده حلم من احلامي. كان نفسي ان انا احصل عليه يعني. بس لو اقول لك ان انا كنت متاكده، لا ابقى بضحك عليكي يعني. ما كنتش متاكده 100%، كنت بعمل اللي عليا، بشتغل على نفسي خلال فتره المسابقه، والحمد لله يعني. لحظه التتويج. يعني اكيد كنت مبسوطه، بس كان في مشاعر تانية موجوده مع الانبساط ده؟ بصي، كنت مبسوطه وكنت مخضوضه، لان انا حاسه ان هي ريسبونسبيلتي ومسؤوليه كبيره جدا، يعني ان انا ابقى الوجه اللي بيمثل مصر او بيمثل، عليا مسؤوليه جامده ان انا اكون واجهه مشرفه يعني. ازاي بقى احتفلتي بالفوز، او مثلا رد فعل الناس اللي حواليكي بقوا يتعاملوا معاكي ازاي بعد ما اخدتي اللقب، يعني سواء بقى زمايلك في الشغل، صحابك، ايا كان؟ بصي، يعني انا نسمه زي ما انا بالظبط، ويعني اكيد مش هتغير، انا زي ما انا بشتغل على نفسي طول الفتره يعني. اصحابي احتفلوا بيا جدا، اهلي، الشغل، يعني دي من اكتر الحاجات الحلوه اللي حصلت لي يعني. اوكي.
حسيتي ان هو اللقب يعني اكيد اضاف لك حاجات هنعرفها منك، بس حسيتي ان هو فارض عليكي حاجات، فارض عليكي تبقي بتتكلمي بطريقه معينه، فارض عليكي ان انت تبقي بتتصرفي بطريقه معينه، بتبقي بتحاسبي جدا على كل حاجه انت بتعمليها؟ بصي، يمكن انا كنت من كده من قبل كده، فدي بالنسبه لي مش حاجه صعبه قوي ان انا بواجهها. انا دايما بحب ان انا احافظ على شكلي، على طريقتي ليا، حاجات معينه، فبالنسبه لي دي كانت اضافه اكتر ما هي عبء عليا يعني. بالعكس. طب حسيتي برضو انه اللقب اضاف لك ايه؟ بصي، اللقب اضاف لي ان انا هقدر احقق الحاجات اللي انا نفسي اعملها بطريقه يعني اقوى، او يبقى ليا لما اجي اتكلم مع مسؤول او اجي ان انا اطلب طلب انا معايا تايتل اقدر افيد بيه زي ما اقدر استفيد بيه. فده اللقب ضافهولي. دي من اكتر الحاجات يعني اللي انا مبسوطه بيها، لان انا اوريدي كان في مشاريع شغاله عليها حابه ان انا اكبرها. حلو. وان هي تشمل مصر كلها. مش ايه المشاريع دي بقى؟ كان في ثلاث مشاريع هم كنت يعني حابه ان انا اشتغل عليهم. اول حاجه هي السياحه، وانا يعني من هنا احب اشكر وزير السياحه دكتور خالد العناني. انا شايفه ان المجهود المبذول يعني هاي الفتره اللي فاتت، الافتتاحات و2020 يعني كانت من اقوى السنين اللي حصلت من الجانب السياحي. تاني حاجة، اسمها diversity and inclusion، وهي تقبل الآخر والدعم والدمج في المجتمع. شايفة ان دي من اهم الحاجات، بالذات ان مصر بتتمثل بان هي في اختلافات في الثقافات. بالظبط. واختلاف في التقاليد، في العادات، في صح. كل حاجة. صح. فبالنسبة لي ان احنا نتقبل الاخر بجميع اشكالنا، ودي حاجة عندنا مشكلة فيها لحد دلوقتي يعني. بس انا شايفة ان الفترة الاخرانية الناس ابتدت تتعلم، ابتدت يعني تتقبل الفكرة اكتر او تبص لها بقيمة اكتر. تالت حاجة وهي التنمية المستدامة. التنمية المستدامة وهي ان احنا نحافظ على الثروات اللي ربنا ادهلنا، الثروات الطبيعية، مع الحفاظ على حق الاجيال القادمة في الثروات دي. حلو جدا. دول الثلاث مشاريع. اول حاجة هعملها من بعد ما كسبت اللقب ان شاء الله، انا مسافرة الغردقة. حلو. هبقى في لجنة التحكيم في ميس اكو انترناشنال، ميس اكو تين انترناشنال، وهي مسابقة انترناشنال بتاعة المراهقين للسياحة والبيئة. هيبقى فيه 30 بنت من 30 بلد، كل هبقى انا مسؤولة عن جروب فيه 30 بنت 30 بلد، فدي حاجة حلوة جدا ان أكيد. انا وحاجة كبيرة كمان يعني. اكيد لسه كنت بتجربي الموضوع، فدلوقتي بقيتي مسؤولة عن البنات. أكيد. دول كلهم. طيب برضو حابة اسألك عن يمكن بعد فوزك باللقب وانتشرت صور شوية ليكي تعرضتي يعني بعض التنمر، ويمكن ده عادي وبيحصل وبنشوفه كل سنة مع كل ملكة جمال بتطلع لازم يبقى فيه الجزء المعارض، يعني تخطيتي ده ازاي او تعاملتي معاه ازاي؟ بصي، انا بصراحه الموضوع ما اثرش فيا قوي يعني، انا كنت تقبلته لان انا شايفه ان مش عمر ما في حد الناس كلها تتفق بالزبط. عليه يعني هيبقى صعب جدا، ولا على الشكل ولا على الشخصيه ولا على اي حاجه. مفيش حد الناس هتجمع ان هو كويس، ولازم اتقبل الراي. ابقى انا بنافق نفسي لو انا بقول ان انا حابه ان اشتغل على المشروع ده وانا نفسي مش بتقبل راي الناس التانية يعني. لا يعني لما يعني عايز اعرف برضو رد فعلك لما مثلا فتحتي الفيسبوك او قريتي اي خبر او اي حاجه ولقيتي كومنتس سلبيه كتير، يعني اتضايقتي ولا لا ما فرقش؟ بصي، اكيد اي حد هيتضايق انه يشوف حاجه كده، بس اتضايقت. المضايقه كانت مضايقه لحظيه بالظبط يعني، لو كانت حاجه بسيطه جدا. بعد كده تقبلت الموضوع بطريقه كويسه، وقلت ان انا بالعكس ده يمكن كان حافز ليا ان انا اقدر ابين في خلال السنه ان الشكل كمان مش الشكل الخارجي بس، هو الشكل الداخلي. وزي ما انت قلتي في الاول انه مس ايجيبت مش بيختاروها عشان شكلها بس، هي في حاجات تانيه كتير بيتم اختيار ملكه الجمال على اساسها. انا نفسي اعرف كانوا بيقولوا ازاي اوفر ويت يعني، بجد يعني دول نفسي اشوفهم قدامي دلوقتي يبقوا حاضرين هنا معانا يعني. بصي، هو يعني انا بحاول احافظ على اكلي جدا، بحاول يعني امشي على كل الحاجات اللي تخلي شكلي يليق بالمكان اللي انا فيه، فاكيد انا بحاول ان انا وزني مناسب لطولي. ف يعني بس دي اراء اكيد في الاول وفي الاخر.
طيب برضو نسمع، حابة أسألك عن فكرة أنه ناس كتير لحد دلوقتي هم لسه مقتنعين أنه ملكة جمال مصر دي هم بيعتمد يعني لازم تبقى جميلة بس، يعني أنه ده أهم معيار أو أهم مقياس. حابة برضو أسألك بقى من خلال التجربة اللي أنت عشتيها، إيه المعايير أو إيه المواصفات اللي لازم تكون موجودة في ميس إيجيبت؟ أنا من وجهة نظري أو من واقع اللي أنا شفته في المسابقة، يعني انه الاختيار مش بيكون بس على الشكل، هو بيكون على الثقافه، على طريقه كلامك، على الحاجات اللي انت اوريدي كنت بتعمليها قبل واللي انت ناويه تعمليها بعد. يعني كل واحده فينا بتعرض بتشتغل على نفسها كتير جدا، او بتعرض البروجرام او البلان اللي هتشتغل عليها بعد، كل ده بيتاخد في الحسبان، يعني مش بس الشكل خالص. برضو حابة أسألك، يمكن منسق المسابقة قال، كان كاتب بوست كده، إن احنا بنتقبل أي نقد لكن التنمر والاستهزاء مش مقبول، ممكن تكون في بنات أحلى من المتسابقات بس دول اللي تقدموا، لو أنتم شايفين أن كلهم وحشين فاعتبروا أننا اخترنا أحسن الوحشين. يمكن هو كان حابب أن هو يدافع ولكن اتخذت لا لا عادي، بالعكس أنا متقبلة جدا حاجة زي كده، وبالعكس أنا فاهمة أن هو كان قصده أن هو يعني لو انتم شايفين اتضايق لمضايقتنا او اتضايق لمضايقتنا فعشان كده حب يدافع بالطريقه دي. بالعكس يعني يعني انا يا ريت ان انا اكون واجهه مشرفه للبلد، اكون واجهه مشرفه للمسابقه، وان هم يبقوا فخورين ان هم اختاروني. اكيد مش عشان شكلي خالص، بس علشان خاطر ان انا اكون مثل يعني للناس ان هم قدوه يمكن انه الناس تشوف انه لا، ملكه الجمال قادره ان هي تثبت نفسها او قادره ان هي تعمل تاثير ايجابي في المجتمع. يعني حلوه جدا. مين مثلك الاعلى؟ مثلي الاعلى ناس كثيره جدا. بابايا، مامتي، دكتور امال، مديري في الشغل. بس لو هقول لك على شخصية، ان انت واخده اولياء الامور. بحب الناس الكبيره يمكن. او هم دول الناس اللي اثروا فينا. اي حد لا يمكن ينكر فضل الناس الكبيره ان هم على تاثيرهم في حياته. لو اقدر اقول لك مثلي الاعلى في الناس الببليك فيجرز يعني، او الناس المعروفه، دكتور مجدي يعقوب بالنسبه لي مثل اعلى. مش بس عشان خاطر يعني انا اقل بكتير ان انا اقول عنه، هو انسان يعني جدا، يعني سيبك من اي حاجه، انا بالنسبه لي انسانيته هي اهم حاجه اقدر ان هو يكون فعلا مثلي الاعلى فيها. ايه اللي اتغير في حياتك بعد اللقب؟ يعني كل حاجه زي ما هي ولا في حاجات طرقت عليكي؟ اللي طرق عليا المهام، او زي ما قلت لك المسؤوليه الجديده، ان انا بقيت لا بظبط مواعيدي بطريقه منظمه اكتر، بقيت باخد بالي بطريقه منظمه اكتر، حابه ان انا اعمل تاثير، مش اللي هو كسبتها والسنه تخلص ونسمع محدش يعرف عنها بعد كده. يمكن زي ما انت دايما بتقولي يعني، واحنا بنتكلم، ان انت بقى في مهام عليكي زادت بعد المسابقه، او بقى في تحديات او حاجات ان انت نفسك تحققيها وقت المسابقه نفسها، ايه التحديات اللي كانت بتقابلك؟ ما اقدرش اقول لك تحديات بالمعنى الحرفي، بس هي كانت التمارين، او ان انا ان احنا كلنا كنا بنشتغل على نفسنا، احنا 3 شهور بنروح كل يوم بنتمرن بنتعلم كل حاجه فروم سكراتش. فكان بالنسبة لي لا، دي كانت حاجة جديدة، ان انا اقدر اوفق بين وقتي، وان انا يعني بالليل لازم ابقى موجودة، في اي وقت لازم ابقى موجودة علشان خاطر اقدر اوصل للمكان اللي انا فيه دلوقتي. اكيد التجربة بشكل عام اثرت في شخصيتك ازاي؟ اكيد اثرت بطريقة ايجابية جدا، يمكن زودت الثقة بالنفس جدا. حلو. وبرضو هرجع اقولك، زي ما ان انت تبقي معاكي تايتل تقدري ان انت تساعدي بيه الناس، دي حاجة حلوة جدا. يعني نسمة، احنا اتبسطنا معاكي قوي وبسطت بالكلام معاكي جدا، والف مبروك مرة تانية، وان شاء الله تحققي كل حاجة نفسك فيها، وكل حاجة كل هدف انت كنت حطاه قدام عينيكي ونفسك توصلي له. اشكرك. شكرا ليكي. فقرتنا للأسف خلصت يا جماعة، يعني للأسف أنها خلصت. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا إين بوكس في الكبسولة، خليكم معانا.